ماذا عن الطاقة؟ الغاز لدينا يعني مخزون من الغاز، هل بنفكر مثلا نغير الميكس، نخلي نستخدم المازوت أكتر ونصدر الغاز أكتر في وقت العالم يحتاج إلى غاز، لكي يكون لدينا أيضا نستغل ده في أو نستفيد بفكرة العملة الصعبة، بنفكر إزاي في ملف الغاز سيادة السفير؟ هو ده طبعا هيكون تفكير اقتصادي مميز لو احنا حاولنا نصدر اكبر كميه ممكنه من الغاز الطبيعي الذي الموجود لدينا، ونستفيد بفارق السعر، والعمله الصعبه دي هتساعدنا على الاقل انها تغطي فارق سعر النفط اللي هو ارتفع بشده في الفتره الماضيه، تغطي فارق سعر القمح اللي برضه ارتفع بشكل كبير جدا بالمقارنه بالعام الماضي. يعني سعر ارداف القمح في فبراير هذا العام زاد بمقدار يقترب من 65% عن سعره في فبراير من العام الماضي. كل ده بيضع ضغوط على الموازنه، ولو عملنا فكره ان احنا نصدر اكبر كميه من الغاز ده هيكون شيء جيد للاستفاده بالعمله الصعبه، لكن ده يتوقف برضه لان احنا الغاز هنا بنستخدمه في سواء في بالنسبه للمصانع المختلفه اللي بتستخدم الغاز او في توليد الطاقه الكهربائيه. لو تمكنا الفتره اللي جايه ان احنا ندخل اكبر كميه ممكنه من مصادر الطاقه المولده عن طريق الطاقه الجديده والمتجدده، ونحلها محل الكهرباء المولده عن طريق الغاز، ده ممكن يوفر لنا يعني جزء من الغاز للتصدير. لكن الازمه الاوكرانيه طبعا وضعت ضغوط علينا فيما يخص سعر برميل النفط اللي هو في مرحله من المراحل من يومين كسر حاجز ال 105 دولار. عادت الاسعار للانخفاض قليلا لما قطاع الطاقه الروسي تم استبعاده من العقوبات، لكن يظل سعر النفط حاليا اكبر بكثير مما كان يتوقعه الجميع بسبب هذه الازمه.